حقيقة وأنا بقول لك الكلام ده بخصوص التلوث، قريت مقال النهارده فقط واحتفظت بيه. مياه الشرب تقتل 1.6 مليون شخص هذا العام. هذا العام اسمع، يعني في اليوم كام؟ أكثر من 4000 شخص يموتون يوميا بسبب الأمراض المرتبطة بالمياه. إنها مشكلة تعاني منها كل الدول المتقدمة وغيرها على السواء. 4000، أكتر من 4000 في اليوم الواحد، شيء مؤلم. شوف الشيء الأكتر من كده. كنت ببص في أكثر مرض منتشر في الأيام الحالية خاصة في القارتين أفريقيا وآسيا، فلقيت إنفلونزا الطيور انتشر جدا في دول كثيرة. ربنا رحم المسكونة قبل كده من الطاعون، رحم المسكونة من السل، رحم المسكونة من سارس، وحاليا الإيدز أثر جدا في بعض البلاد. لكن إنفلونزا الطيور كمرض بتعاني منه الدول في الأيام الحالية في أيامنا الأخيرة. فبيقول المقال كالآتي: مواجهة إنفلونزا الطيور تبدأ بيقظة. إذا الأمر محتاج يقظة، خلي بالك من الحتة دي. هل تعلم إن التشخيص المبكر للمرض يساعد على الشفاء التام؟ إبعاد الأطفال عن الطيور يجنبهم المرض؟ إنكار البعض لتربية الطيور وعدم قبولهم أطباء يزيد الخطر. البط يصاب بالمرض وقد لا تظهر عليه الأعراض، ودي المشكلة. قيامك بذبح الطيور المصابة قد يكلفك حياتك.